السلام عليكم. محاضرة هذا اليوم حتكون عن آخر سن بالأسنان الأمامية اللي هو البيرمننت كانينز أو الأنياب الدائمية. قبل ما ندخل بتفاصيل هذا السن رح نعرف شنو هي الجنرال كاركترستيك فيتشر أو العلامات الأساسية اللي يمتاز بها الناب عن باقي الأسنان. من ناحية أول نقطة رح ناخذها من ناحية اللوكيشن أو البوزيشن أوف ذا كانين. The canines are placed at the corners of the mouth, which help in keeping facial expression at the cosmetic value. موقع الناب مهم جدا داخل الفم، حيث انه يقع في ال corner of the mouth او زاوية الفم. يعتبر الكنان هو سن انتقالي بين الاسنان الامامية الاخرى اللي هي central lateral وبين الاسنان الخلفية البريمولرز والمولرز. فاذا شفنا ومدينا خط وهمي قسمنا بالناب الى جزئين ميجيال وديستال، نلاحظ ان الجزء الميجيال من الناب الالاينمنت مالته او الاصطفاف مالته تكون ممتده ويا الالاينمنت مال الاسنان الاماميه، بينما الجزء الديستال راح تكون الامتداد مالته ويا الالاينمنت اوف ذا بوستيريور تيث. فلذلك الكوركت بوزيشننج اوف ذا كانين راح ياثر على جماليه وانتظام باقي الاسنان الموجوده داخل الفم، كونه يلعب دور انتقالي او موقع محوري داخل الفم. النقطة الثانية اللي يمتاز بها الكنان ايضا، يعتبر الكنان هو اطول سن موجود داخل الفم، وذلك ليش؟ لانه الكراون مالته يبلغ طوله 10 مليم تقريبا، وما يعادل طول الكراون اوف ذا سنترال انسايزر، بس الجذر مالته الروت طوله يمتد الى 17 مليم، وبحالات معينة يوصل الى 21 مليم او اكثر، فذلك يعتبر هو اطول سن داخل الفم. النقطة الاخرى اللي يمتاز بها، يعتبر الناب هو اقوى سن موجود داخل الفم، فهذه نقطة اخرى يمتاز بها الكناين مقارنة باقي الاسنان. بالاضافة الى ذلك الكناين يعتبر هو اكثر الاسنان ثباتية، the most stable teeth in the mouth. ليش؟ نشوف دائما اذا ملاحظين old age دائما اللي عندهم فقدان اسنان هواية، اسنان امامية واسنان خلفية، نشوف دائما الكناين هو اخر سن لح يكون يفقدوه، او انه اخر سن يتأثر ورح يفقده المريض. السبب ذلك انه هو ليش اكثر ثباتية داخل الفم مقارنة باقي الاسنان، هاي معلومة جدا مهمة. اول شيء بسبب انه هو have large labiolingual dimension، البعد الليبيولينجوال دايمنشن مالته كبير، فلذلك راح يصير بي انكورج او ستيبلتي عاليه داخل البون اوف ذا جو، فلذلك راح تكون ثباتيه عاليه ويشغل مساحه كبيره داخل الفك عظم الفك، فبالتالي يكون مقاوم اكثر للبريدنتال ديزيز او التهابات اللثه اللي ممكن تضعف ارتباط السن مع العظم. النقطة الثانية بسبب طول الروت، it have longer roots so لحسن عند encourage والستابلتي عالية داخل الفك أيضا. الشغلة الثالثة اللي يساعد بزيادة الستابلتي هو شكل الكراون نفسه. شكل الكراون إذا لاحظه نشوف إنه هو تقريبا مدور، ما بي grooves أو يعني details عالية، ممكن تكون plaque retentive تحتفظ ببقايا الطعام وزيد نسبة التسوس في هذا السن، فبالتالي سطحه يكون تقريبا سموث راوندد، فحيكون مقاوم اكثر التسوسات، فيتاثر بكمية اقل بعملية التسوس، فبالتالي عمره الافتراضي داخل الفم يكون اطول من باقي الاسنان. فاذا نرجع للاسباب الثلاثة اللي هي labelingual dimension كبير وطول الروت ايضا وشكل الكراون ايضا اللي تكون مقاوم للتسوس، لح نوصل الى نتيجة معينة انه الناب هو اكثر الاسنان ثباتية داخل الفم. مميزة اخرى يمتاز بها الناب عن باقي الاسنان، the middle labial loop is highly developed incisally into a strong well formed cusp. مثل ما تذكرون من اخذنا بالcentral lateral incisor قلنا labial surface لح يتكون وشبهناه بفصوص الثوم من اندماج ثلاث لوبس اللي هي سميناها ميجيال لوب وميدل لوب وديستال لوب، هذني راح تندمج سويا يكونون الليبيال سيرفيس. بالكناين لاحظ انه الميدل لوب اللي هو هذا حيكون بارز اكثر خصوصا من جهه الانسايزل، ويتحول الى شكل مدبب او منبل
وبارز أكثر مقارنة عن الميجال والديستال لوب، فبالتالي حتكون بارز أكثر مكون ما يدعى بالإنسايزال كاسب. تمام، فهذه علامة مميزة أخرى يمتاز بها الكنان عن باقي الأسنان مثل داخل الفم. نجي الآن نحكي على البيرمننت ماكسيلري كناين. شنو هي العلامات الأساسية اللي أفرق بها الأبر كناين عن باقي الأسنان؟ أول شيء إنه يحتوي على سينجل بوينتد كاسب. الكاسب اللي حكينا عليه قبل شوية اللي تتكون نتيجة الويل ديفلوبد ميدل ليبيال لوب، حتكون بارزة وواضحة وتميز الناب عن باقي الأسنان الأمامية. الشغلة الثانية اللي نشوفها في هذا السن إنه the distal slope of the cusp is longer than the mesial slope of the cusp. إذا شفنا السطح الأمامي نشوف إنه هذا جزء الديستال أطول، السلوب أو المنحني للكسب تكون الديستال سلوب أطول من الميجيال سلوب، فهذا علامة مميزة ثانية. الشغلة الثالثة المميزة إنه هو marked convex labial outline and bulky palatal cingulum. إذا شفنا labial surface يكون bulky بارز أو ضخم ويكون بـ convexity عالية، عكس اللي شفناه بالcentral واللاترال يكون بـ convexity أقل مقارنة بالكنان. بنفس المعلومة أو نفس الشيء نلاحظ أيضا باللينجوال أو البليتال سيرفيس، نشوف شكل أو سطح السنجنوم يكون بارزة أو بلكي أكثر مقارنة بالcentral واللاترال انسايزر. والعلامة الأخرى المميزة أنه يحتوي على very long single root، نشوف أنه جذر مالته جدا طويل وأطول من باقي الأسنان الأمامية. إذن هاي العلامات الأساسية الأربعة هي المميزة الأساسية للماكسيلاري كناين. نجي الآن نحكي بتفاصيل كل سطح. إيش راح نشوف بالليبيال أسبكت أو بالماكسيلاري كناين؟ الميجال أوتلاين نشوفه is convex from the cervical line to the crest of the curvature which is located at the junction of the incisal and middle third. إذا شفنا السطح الميجال حيكون كونفكس بداية من السيرفايكال لاين من هنا إلى نقطة الكونتاكت بوينت اللي صايرة بالجنكشن بين الانسايزال والميدل ثيرد. إذا تذكرون هو نفس البوزيشن مع الكونتاكت بوينت أو the distal surface of the lateral incisor، فالموقع المتساوي لهذه أو الكونتاكت بوينت حتساعد على أن يصير كونتاكت أو تماس مضبوط بين سطحين اللاترال والكناين. فالنقطة الثانية اللي نشوفها انه the distal outline of the crown is slightly concave، يكون نوعا ما مقعر من ال cervical line الى ال crest of curvature او contact point اللي هي صايرة بال center of the middle third. تمام، فاذا ال medial outline يكون convex وموقع ال contact point بالجنكشن بين ال incisal و middle third، والديستال اوتلاين يكون كونكيف وموقع الكريست اوف كيرفتشر او الكونتاكت بوينت صار بالسنتر اوف ذا ميدل ثيرد، فبالتالي الديستال كونتاكت بوينت شبيهة اعلى او رايحه باتجاه سيرفايكال لاين اكثر من الميجال كونتاكت بوينت، وكذلك الميجال اوتلاين يكون كونفكس اكثر، الديستال يكون كونكيف. هذا الفرق بيناتهم. الشغله الثالثه نشوف ذا تيب اوف ذا كاسب از ان لاين وذ ذا سنتر اوف ذا روت. طبعا الجذر مال الكناين ممكن يجي ستريت وبعض الحالات يجي بي كيرف ديستالي، فاذا نباوع عليه نشوف في اغلب الحالات انه التيب اوف ذا كاسب صايرة على امتداد خطي واحد ويا السنتر اوف ذا روت، فالكاسب صايرة مسنترة ويا التيب اوف ذا روت. شغلات اخرى نشوفها انه مثل ما قلنا كعلامة مميزة للكناين او ماكسيلاري كناين نشوف السلوب او المنحني مال الكاسب، الديستال سلوب اطول من الميجيال سلوب، فبالتالي ليش؟ لانه موقع الكونتاكت بوينت ميجيال تكون اقرب للانسايزال سيرفيس، بينما الديستال تكون اعلى رايح سيرفايكال اكثر صار بالسنتر اوف ذا ميدل ثيرد، فبالتالي السلوب مال الديستال سيرفيس او ديستال سلوب اوف ذا كاسب عفوا حيكون اطول من الميجال سلوب. علامه اخرى نتابعها او نلاحظها
لأنه السيرفايكال لاين من بوا على الليا بيلي حيكون كونفكس مقوس، والكونفكسيتي مالته صايرة باتجاه الروت. اوكي، وأيضا رح نلاحظ انه الليبيال سيرفيس سموث تقريبا، ما عدا نشوف انه شالو ديبرشنز اللي هي هاي ميجيالي اند ديستالي which mark the middle labial loop او اللي تكون لي الليبيال ريدج. قلنا انه هاي الديبرشن تمثل الميجيال لوب والديستال لوب اللي تكون تقريبا الكونفكسيتي مالتها اقل من الميدل لوب اللي راح يكون لي الليبيال ريدج، واللي تمتد انسايزر اللي تكون الكاسب او الانسايزر الكاسب. اوكي، نقطة اخرى مميزة بالنسبة للكناين انه شكل الروت يكون اسطواني كونيكال وطويل مثل ما قلنا عطون باقي الاسنان، والبوينتد ابيكس sometimes we see it curved distally، مرات انه الابيكس نشوفها رايحة باتجاه ديستال، ومرات اخرى نلاحظ انه هو نسبة معينة تكون ستريت روت. اوكي، نجي الان نحكي على اللينجوال اسبكت. شو راح نشوف على اللينجوال اسبكت اوف ذا ماكسيلاري كانين؟ نشوف انه التوث ناروور لينجوالي دان لابيالي، يعني عرض السن الميجو ديستال دايمنشن اوف ذا توث يكون اضيق من ناحية الباليتال سيرفيس مقارنة بالليبيال سيرفيس، يعني السن دا يصير بي تيبرنج او دا يتضيق كلما رحنا باتجاه اللينجوال سيرفيس، فبالتالي راح يكون عرض السن لابيالي اكبر من عرض السن لينجوالي. اوكي، وكذلك مثل ما حكينا ب الكاركترستيك فيتشر نشوف السنجلام بالماكسيلاري كاناين از لارجر ذان ذا سنجلام اوف ذا ماكسيلاري سنترال اند لاترال انسايزر، يكون السنجلام حجمها اكثر مقارنه بالسنترال واللاترال، وبالكي او بارزه او ضخمه او سمينه شلون تقولها بالعربي، بالكي اكثر بارزه اكثر مقارنه بالسنجلام اوف ذا سنترال اند لاترال انسايزر. كذلك حنشوف انه well developed lingual ridge اللي هي هاي مأشرة بالصورة، تذكرون الفوسة مال السنترال واللاترال تكون سنترال located فوسة واحدة كبيرة، وعندنا هنا marginal ridges اللي هي الميجال والديستال وبنصهم فوسة واحدة. هنا بالكناين رح نشوف اكو lingual ridge، يعني بنص الفوسة اكو منطقة صاعدة شوية تسمى باللينجوال ريدج، راح تقسم الفوسة الى جزئين، ميجيال فوسة وديستال فوسة اللي هي هذه ميجيال لينجوال فوسة وديستال لينجوال فوسة، مناطق اثنين يعني تشوفوها هنا أنا بالرسم، هاي الفوسة الاولى وهاي الفوسة الثانية. اوكي، وبنصهم هاي المنطقة المرتفعة البنفسجية هاي يسموها اللينجوال ريدج، تكون كلش بارزة وواضحة، وهنا المناطق اللي مظللة باللون الأخضر أوكي حتكون concave أو depressed أو مناطق منخفضة، واحدة الديستال فوسة واللوخ الميجيال اللينجوال فوسة. أوكي، another feature نشوفها على اللينجوال aspect is there is a developmental depression medial and distally extending for most of the root length. إذا تشوفون هالمناطق المظللة على جوانب الروت اكو في الديفلوبمنتال ديبرشن نشوفها على جانبين الروت من جهه الميجال والديستال سيرفيس. فاذا نريد نسوي ريفيو بسيط للينجوال سيرفيس نقول انه الارض مالته الميجال ديستال دايمنشن اقل من الليبيال سيرفيس، والسنجلام يكون بارزه بالكي اكثر مقارنه بالسنجلام اوف ذا سنترال اند لاترال انسايزر، والفوسه الوحده اللي شفناها بالسنترال واللاترال راح تنقسم الى فوستين بالكناين اصغر حجما طبيعة الحال، واكو في منطقه وسطيه تقسم الفوسه الى تو فوسه سميناها لينجوال ريدج. وكذلك ايضا نلاحظ انه اكو ديفلوبمنتال ديبرشن على جهه الميجيال والديستال اوف ذا ماكسيلاري كناين روت. نجي الان نحكي على الميجيال اسبكت او جزء الميجيال. شو راح نشوف فيه؟ أول شيء labial and lingual outline تكون more convex مقارنة بالcentral lateral incisor، يعني إذا خلينا
central, lateral, canine, وبعوين عليهم من جهة الميجال. نشوف انه الكناين labially and lingually السطح يكون بارز او مقوس اكثر مقارنة بالcentral واللاترال. فلح يكون bulky اكثر او convexity اعلى مقارنة بالcentral واللاترال. وذا crest of curvature صايرة بالcervical third. يعني موقع هاي الconvexity اعلى نقطة محددة labially او lingually صايرة بالثلث السيرفايكال من السن مثل ما تشوفون بالرسم. اذا قسمنا هذا الانسازل والميدل وهذا السيرفايكال ثيرد نشوف اكثر مناطق بارزه بالكونفكسيتي ليبيالي او لينجوالي صايره بالسيرفايكال ثيرد او الجزء الانقي القريب على الجذر. النقطه الثانيه وهي كلش مهمه الكيرفتشر اوف ذا سيرفايكال لاين تقويسه السيرفايكال لاين بجهة الليبيال. تذكرون كانت curve toward the root، هنا نحصر curve toward the incisal surface. تمام، حنشوف انه بالاضافة للcurvature مالتها اللي حيتغير، اول شيء اللي حنشوفه جدا مهم انه الdepth مالتها اللي حتنزل تقريبا ثلث طول الكراون من هذه الجهة، فينزل تقريبا مليمين ونص toward the incisal cusp. تمام، فهي جدا مهمة، علامة مميزة كلش مهمة على الميجال سيرفيس اوف ذا كناين. ملاحظة اخرى ايضا نلاحظها على سطح الكناين انه اذا سوينا لاين يسوي بايسكشن للكسب خط ينصف الكسب الى نصفين، حنشوف انه هو صاير ليبيال الى اللاين اللي ينصف الروت. تمام، فلذلك الكسب تصير labial رايحة أكثر مقارنة بالtip of the root، فماكو تناظر بين tip of the crown and the tip of the root. يعني نشوف الكراون مايل labially أكثر من الروت. Another feature which is there is developmental depression، نلاحظه على السطح surface of the maxillary canine medial aspect. أوكي، أهم ملاحظة انه الكونفكسيتي اعلى من السنترال واللاترال، والجد المهم هو الاكستنشن اوف ذا سيرفايكال لاين راح ينزل مليمين ونص باتجاه الانسايزال كاسب، وهي جدا مهمه وبارزه وتركزون عليها هاي الملاحظه. هسه نجي على ديستال اسبكت، راح نشوف بينه وبين الميجال اسبكت اكو فرقين اساسيه. اول واحد الكيرفتشر اوف ذا سيرفايكال لاين او تقويسه السيرفايكال لاين تكون اقل مما شفناه بالميجال سيرفيس مثل ما تشوفوها، less curved than the medial surface. والشغله الثانيه الديفلوبمنتال ديبرشن هذا يكون اوضح على الديستال سيرفيس مقارنه بالميجال سيرفيس، فهاي فشي كلش مهم ممكن يجيكم كمقارنه. شنو الفرق بين الميجيال والديستال سيرفيس اوف ذا ماكسيلاري كاناين؟ اول شيء الكيرفتشر اوف ذا سيرفايكال لاين بجهة الميجيال تكون مور برونونس ذان ذا ديستال سيرفيس، ونشوف كذلك الديفلوبمنتال ديبرشن على سطح الروت يكون اكثر وضوحا بجهة الديستال مقارنة بجهة الميجيال. هسه نجي على الانسايزال اسبكت. الانسايزال اسبكت اول شيء اذا باوعنا عليه وذكرنا الانسازال اسبكت مال الماكسيلاري سنترال واللاترال، تذكرون ذاك السن يكون الميجيو ديستال دايمنشن مالته اكبر من الليبيو لينجوال دايمنشن. هنا راح نشوف شيء يختلف، نشوف انه الليبيو لينجوال دايمنشن هذا اطول او اكبر مقارنه بالميجيو ديستال دايمنشن، فالسن يكون اوفال ان شيب او بيضاوي الشكل، يكون اطول مما هو يبين اعرض. تمام، الشغلة الثانية اللي نشوفها the ridge of the labial loop is very noticeable labially with its greatest convexity at the cervical third. شنو معناها؟ إذا شفنا هذا الفص الليبيال هذا فنشوف الريج مالته تكون convex مقوسة وواضحة، هاي المنطقة المقوسة من جهة الليبيال سيرفيس هذا. أوكي، وأكثر نقطة convex مالتها أو أكثر منطقة بروزا رايحة باتجاه السيرفايكال أريا. تمام، another feature نشوفه انه السنجلام well developed مثل ما قلنا، السنجلام الموجوده بالكنان اكثر وضوحا من باقي الاسنان اللي هي هذه.
تمام، وتسوي ارك او ارج او قوس صغير مقارنه بالارج اللي يسوي الليبيال سيرفيس. فنكون مثل ما تذكرون حكينا انه الليبيال سيرفيس يكون اعرض من جلد السليم من اللينجوال سيرفيس، فبالتالي القوس اللي تسويه سنجولم يكون مور تيبرد او متضيق اكثر مقارنه بالارج او القوس اللي يسوي الليبيال سيرفيس اللي تحدده الليبيال ريدج. تمام، ونقطه اخرى مهمه جدا ذا تيب اوف ذا كاسب، هذه منطقه يعني قمه الكاسب هذه اوكي صايره في اتجاه ليبيال. اذا قسمنا هسه اذا نجي راح اشرح لكم هذا الرسم، اذا قسمنا السن الى نصفين ليبيال اوكي ولينجوال اوكي حنشوف انه هي رايحه باتجاه ليبيال اكثر، واذا قسمنا السن الى جزئين ميجال وديستال تمام، هذا الميجال والديستال هالفين مثل ما ظهر حنشوف انه هي رايحه باتجاه ميجال اكثر، فهي ما صايره مسنتره بنص السن، بينما بس هي رايحه ليبيالي اكثر من لينجوالي وميجيالي اكثر من الديستالي. اوكي هذا ما يخص الماكسيلاري كناين. هسه راح نجي نحكي على البيرمننت مانديبولار كناين وش راح نشوف فيه علامات مميزه. اول شيء المانديبولار كناين حاله حال باقي المانديبولار انتيرير تيث، تذكرون قلنا اللور سنترال واللاترال انسايزر دايمنشن مالتها اصغر مقارنه بالابار تيث، فنفس الشيء راح نشوفه بالمانديبولار كناين. المانديبولار كناين يكون ناراور ميجو ديستالي اند ليبيال لينجوالي دان الماكسيلاري كناين، ابعاده تكون اقل مقارنه بالماكسيلاري كناين. عفوا النقطه الثانيه اللي نشوفها ان اللينجوال سيرفيس اوف ذا كراون of the mandibular canine is shorter than that of the maxillary canine. سطح اللينجوال سيرفيس يكون اقصر مقارنه بالابر كناين، والاناتوميكال فيتشر مثل ما شفنا بالسنترال واللاترال السنجولام والمارجنال ريدجز تكون اقل وضوحا او less developed مقارنه بما نشوفها بالماكسيلاري كناين. ذكرون بالسنترال واللاترال قلنا السطح يبين سموث والاناتوميكال فيتشر لينجوالي تكون less developed، نفس الشيء راح نشوفه باللور كناين او المانديبولار كناين، حتكون الاناتوميكال فيتشر اللي هي السنجولام والمارجنال ريدجز less prominent او اقل تطورا او وضوحا مقارنه بالماكسيلاري كناين. النقطه الثالثه حنشوف ان الكاسب اوف ذا مانديبولار كناين از نوت از ويل ديفلوبد از ذات اوف ذا ماكسيلاري كناين، الكاسب الانسايزال كاسب بالمانديبولار كناين مو ما نشوفها بارزه او منبله او واضحه اكثر مقارنه بالماكسيلاري كناين، فليش؟ لانه هو قلنا السن يبدي يصغر والاناتوميكال فيتشر مالته ما حتكون بارزه او واضحه مثل الابر. فمن ناحيه الابعاد حنشوفها اضيق، لينجوالي حنشوف الاناتوميكال فيتشر راح تختلف او تبدي تختفي مقارنه بالابر، وكذلك ايضا التيب اوف ذا كاسب حتكون less prominent او less developed مقارنه بالماكسيلاري كناين. والشغله الرابعه اللي حنشوفها على هذا السطح ايضا انه the tip of the cusp is not in line with the center of the root، هذا نفس الشيء شفناه بالابر كناين. another feature which is the mesial slope of the cusp is shorter than the distal slope، نفس الحكي شفناه بالابر، mesial slope تكون اقصر من الديستال سلوب، ليش؟ لانه عفوا كونتاكت بوينت تصير رايح انسايزلي من جهه الميجيال اكثر من الديستال، فبالتالي السلوب حيكون اقصر. Another feature also the distal outline of the crown is more rounded than the medial outline، هاي مهمه جدا. شفنا بالابر اذا تتذكرون قلنا الميجيال اوتلاين يكون كونفكس والديستال يكون كونكيف، هنا بالعكس الديستال حيكون كونفكس اكثر أو rounded أكثر مقارنة بالميجيال أوتلاين، فهذا فرق مهم جدا. Another feature which we can see also the medial surface of the crown is nearly straight with the medial surface of the root، يعني إذا شفنا سطح الروت أوكي فنشوف أن الميجيال أوتلاين حيمتد ويا كخط واحد، بينما الديستال أوتلاين
حيكون بارز أكثر أو طالع عن التقويسة مال الروت. فبالتالي إذا نشوف الميجيال سيرفس حنشوفه تقريبا امتدادة أو خط واحد ويا الميجيال سيرفس أوف ذا روت. والكونتاكت أريا أولسو بالميجيال سيرفس مثل ما قلنا، لأنه تروح انسايزلي أكثر من الكونتاكت بوينت من جهة الديستال. فبالتالي مثل ما عرفنا أن الميجيال سلوب حتكون أقصر بطبيعة الحال. So مثل ما قلنا the distal contact area is located more incisally than the maxillary canine. يعني إذا نجي نباوع عليها، تذكرون بالأبر قلنا distal contact point صايرة تقريبا بالcenter of the middle third، بينما بالميجيال سيرفس راح نشوفها رايحة incisally أكثر مقارنة بالأبر canine. تمام؟ هاي هي الـ Principal Identifying Feature اللي فرقنا بينها بين الـ Upper والـ Lower Canines. وهاي هي محاضرتنا لهذا اليوم، أتمنى تكون استفادتوا من عندها. أي واحد عنده أي سؤال أو استفسار أرجو راسلني. شكرا جزيلا لكم، مع السلامة.